الله يبارك في حضرتك يا رب. أستاذ عياد، بداية بماذا تعلق على تلك الزيارة التي قام بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان للدولة المصرية؟ أخي الحبيب، زيارة البرهان إلى مصر زيارة متوقعة وزيارة طبيعية وزيارة كان لابد منها، لأن مصر هي أصلا بوابة السودان، والسودان عمق مصر. العلاقات الاستراتيجية والجيوسياسية والمصالح المفترضة والمصالح المشتركة بين البلدين كانت تحتم على الفتاح البرهان قائد الجيش وقائد القوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي أن يتجه بعد هذه المهنة أو في أول زيارة له إلى دولة مصر الشقيقة، لأن ما يربط بين مصر والسودان قواسم مشتركة كثيرة جدا، وأن السودان ومصر بينهم علاقات وثيقة وإخلاص كبيرة ومصيرهم مشترك، فكان لابد أن يكون التوجه إلى مصر أولا، لأن العلاقات تحكم على قائد الجيش أن يتجه إلى مصر، وكان لمصر مواقف مشرفة منذ بداية هذه الحرب، وهي التي دعت قمر دول الجوار بينما كانت هنالك مؤتمرات اخرى تحاول ان تضع السودان اشياء لا تحمل غبارها، وكان من الطبيعي ان يتوجه الفريق اول بتاع البرهان الى مصر.